على سبيل المثال ملف الصحة في مصر، أنا فاكر كنا بنتكلم فيه مرة بناء على تقرير أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هنا، هو كنا بنتكلم على مسألة الإنفاق على الصحة وما إلى ذلك. وأنا ما أظنش أن في حد من الممكن أن يتجاهل أو يغفل أو ينكر أن مصر بتعمل أو عندها اهتمام حقيقي وأصيل وجذري بمسألة صحة المجتمع، صحة المصريين، صحة الشعب المصري. وجزء مهم جدا، بل هو الركيزة الأساسية دايما لأي مجتمع، هو صحة أطفالها اللي هيجوا في يوم من الأيام يبقوا شبابها فرجالتها وسيدتها وما إلى ذلك. يعني الأطفال دول هم المستقبل، أما الشباب دول فهم الحاضر، أما الناس اللي زي حالاتي واللي أكبر فيعني إحنا عتبات الماضي وإنت داخل عليه كده. خلونا نشوف مصر مثلا بتعمل إيه على سبيل المثال في هذا الملف الصحي، واللي أنا أعتقد أنه مصر ورثت ملف صحي تقيل، كان جزء منه بقى فيروس سي، وكان جزء منه حاجات متعلقة بالكشف المبكر عن السرطانات لدى السيدات والمرأة بشكل عام، جزء منه جدا زي ما كنت بقول لكم الأطفال. وبالتالي هتلاقي أنه مصر بتعمل مسح سمعي للأطفال المصريين، وبالفعل تم إجراء مسح سمعي لثلاثة مليون طفل ولسه، وده لعلاج ضعف وفقدان السمع. كما جرت العادة دي حملة أو مبادرة واسعة جدا برعاية رئيس الجمهورية. معانا على التليفون دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. أهلا أهلا يا دكتور. أهلا حضرتك يا أستاذ، تحياتي لحضرتك. زي صحة، تحياتنا لك يا دكتور، ربنا يخليك يا دكتور. دكتور، يعني مسألة المسح السمعي دي أنا كنت بتكلم على أنها شيء شديد الأهمية، لكن مهم عندي مثلا وده مهم أظن عند ناس كتير جدا هم يعرفوا المسح السمعي للأطفال ده بيتم إزاي. يعني هل هي مقسمة إلى شرائح عمرية؟ طب وهل الشرائح العمرية دي بنعمل المسح فيها طبقا للجغرافيا؟ يعني بروح على أنهي محافظات الأول في مرحلة أولى ثم المرحلة الثانية وهكذا؟ خليني أقول لحضرتك أنه مصر هي من الدول القليلة التي يوجد فيها مسح سمعي لكل المواليد. لكل المواليد، مش بس المواليد المصريين، لا ده المواليد المصريين أو والمولودين على الأراضي المصرية من الجنسيات الأخرى. وده الحقيقة مش موجود في كثير من دول العالم. احنا بنتكلم على رقم يقل عن 20 دولة اللي بيجري فيها مسح سمعي شامل لكل المواليد. الولايات المتحدة الأمريكية مش كل المحافظات الـ50 بيبقى فيهم مسح سمعي، في 38 ولاية اللي بيتم فيها المسح السمعي الشامل. فاحنا خدنا خطوة وفق مبادرة السيد الرئيس 100 مليون صحة ومبادرات الرئاسية، تعتبر خطوة متقدمة جدا مقارنة ببقية دول العالم. كل طفل مولود بيتولد دلوقتي موجود على شهادة الميلاد بتاعته خانة زي الخانات اللي موجودة للتطعيمات الإجبارية اسمها المسح السمعي، وده بيتم في الوحدات الصحية. بعد ما بيتولد يروح الوحدة الصحية عشان ياخد التطعيم، وهو بياخد التطعيم الأولاني بتاعه يتم إجراء المسح السمعي دي. بنتكلم النهاردة في برنامج أو مبادرة رئاسية كاملة زي ما قلت لحضرتك كده لكل المولودين من المصريين ومن غير المصريين على الأراضي المصرية. بنتكلم في 3500 وحدة صحية على مستوى الجمهورية. طيب ده كويس قوي. المسح السمعي ده عشان انا برضه ابقى فاهم والسادة المشاهدين يبقوا فاهمين، بيبقى للمولودين حتى عمر كام شهر؟ بيبقى للمولودين بعد ما يخرج من المستشفى ومع اول تطعيم هياخده، لو بنتكلم في الشهر الاول بعد الولادة. حلو قوي. يعني طيب كده ده معناه انه اولياء الامور او الاباء والامهات مش محتاجين يتقدموا لاجراء مسح سمعي، كده كده هو رايح مكتب الصحه يطعم ابنه او بنته فبيتم اجراء هذا المسح فورا. طب اهميه هذا المسح يا دكتور؟ طيب خليني اقول لحضرتك انه الدراسات اثبتت
أن الاكتشاف المبكر لضعف السمع عند الأطفال بيخلي الطفل لو اكتشفنا الضعف السمع ده في أول 6 شهور من حياته وتم التدخل المناسب بالتعامل مع هذا الضعف، على سن 5 سنين 95% من الأطفال دي يقدروا يخشوا مدارس عادية. الحمد لله، كويس قوي كويس قوي. طيب يعني مش ببقى محتاج اني ادخله المدارس الخاصه بضعاف السمع او لغه الاشاره او غيره. انا طيب، لو تدخلت في اول 6 شهور الى سنه ببقى عندي احتماليه 95% ان الطفل ده اللي هو عنده ضعف السمع هيخش مدرسه عاديه مع اقرانه. طيب عظيم جدا. هنا يجي سؤال، اذا استلزم التدخل المناسب زي ما حضرتك وصفته دلوقتي حالا، التدخل ده اكيد ليه تكلفه، ما مين اللي هيتحمل التكلفه في الحاله دي؟ تتحملها الدوله من خلال التامين الصحي، لان كل المولودين المصريين لهم تامين صحي تتحمله الدوله. يعني اي مولود في مصر ليه تامين صحي، وبالتالي اي مولود اي طفل يولد مصري يولد على في مصر له تأمين صحي، بمجرد وبياخد مع كارت التطعيم بياخد كارت التأمين الصحي. أي طفل مصري ولا أي طفل مصري زائد المولود في مصر؟ لا، أي طفل مصري، وهناك جنسيات يتم معاملتها معاملة المصري وفق قرارات القيادة. ده كلام أكتر من رائع، أكتر من رائع. أشكرك يا دكتور، لازم إن إحنا كنا نرجع لك علشان نقدر نفهم أكتر ونستبشر أكتر بهذه التصريحات لو صح الكلام. ده كلام جميل جدا. أولا خليني أشكر دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أشكره مليون مرة بصراحة على حاجات كتير، مش بس على هذه المكالمة. لكن خد بالك، أي طفل مصري، أي طفل مصري بيتولد ليه تأمين صحي. في الحالة مثلا بتاعة لا قدر الله ضعف السمع، إن كان الأمر حصل إن احنا لقينا في ضعف سمع عند الطفل أو الطفلة دي، وهناك تدخل ما يجب إجراؤه، بيتم على مين؟ على نفقة الدولة.